هاي بنات، في فيديو النهارده هنتكلم عن مصادر دخل متعدده من مشاريع صغيره انت اللي تعمليها بنفسك. هقول لك على 4 طرق مختلفه ازاي يكونوا يعملوا لك مصدر دخل شهري ليكي، وهقول لك على اهم عاملين لنجاح اي بزنس. اللي مش متابعني انا شيماء، ويا ريت تعملوا اشتراك بالقناه لان ده بيشجعني ان اكمل اعمل لكم فيديوهات زي دي. حلقتنا النهارده هتكون مينلي بتدور على المنتجات، بيع منتجات اونلاين، مشروع صغير تقدري تكسبي منه فلوس كتيرة جدا، المشروع ده بيكبر مع الوقت. المنتجات دي ممكن تكون حاجات انت بتعمليها هاند ميد، او حاجات بتكون سكند هاند، او حاجات بتكون انت بتقدري تروحي تشتريها من مول، بس اهم حاجة تكون وقت التخفيضات. تقدري تستني شوية لما فترة التخفيضات دي بتعدي، وتقدري انت بعد فترة شهرين ثلاثة بتبيعيها على الصفحة بتاعتك سواء على الفيسبوك او الانستجرام، بتبيعيها بسعر كويس بتكوني انت ربحتي من وراها. او تشوفي الحاجات اللي عليها ترند وتشتريها، بتروحي اكتر مكان في المكان اللي انت عايشة فيه بيبيع حاجات مستوردة من الصين، بيبيعوا حاجات كتيرة بالجملة، تقدري تشتري المنتجات دي سواء من المول وقت التخفيضات، سواء من المنطقة الشعبية او البسيطة اللي بتجيب حاجات من الصين او من الدول بكميات كبيرة وتبيعها باسعار بسيطة. تقدري انت تجيبي المنتجات دي او حاجات انت بتعمليها هاند ميد، سواء كروشيه، سواء اكسسوارات، سواء حتى بيوت خشب، اي حاجة انت بتعرفي تعمليها بنفسك تقدري تجيبيها وتتصنفيها كمنتج. واهم حاجة لازم تغلفيها كويس جدا وتعملي لها باكج حلوة كده وتبيعيها سواء على الفيسبوك او على الانستجرام. بتعملي صفحة على الفيسبوك بتكون خاصة بالمنتج اللي انت بتبيعيه او الانستجرام، او ممكن توصلي الاتنين ببعض. ودايما بنصح في الاول تبدأي منتج واحد وتحطي عليه كل تركيزك، وبعد شوية تضيفي المنتج التاني والتالت والرابع. بس اهم حاجة اول ما تبتدي لازم تكوني حاطة خطة لنفسك، عارفة انت ناوية تشتغلي في اي كاتيجوري منتجات. يعني انا بالنسبة لي اول لما فتحت صفحة على الفيسبوك اول حاجة بدأت ابيعها من الحاجات اللي كانت طالعة ترند جدا، وانا عملت منها منتج بنفسي، كان الشاركول ماسك اللي هو الماسك الاسود المصنوع من الفحم النباتي. لما عرفت يعني قدرت انا احضر الماسك ده بنفسي في البيت، اجيب الفحم النباتي ده بكميه كبيره بسعر بسيط، وكنت اقدر اعمل الماسك. بعد كده كنت بروح للبيوتي صالون اللي هي صالونات التجميل، وابدا اسوق للمنتج بتاعي، اقول لهم انا عندي الماسك الشاركول المشهور الترند، انا بقدر اعمله. طبعا كنت بعمله في برطمانات ازاز شكلها حلو بفيونكا وليبل كويس، كنت طبعا طبعت ليبل خاص باللوجو بتاعي وكتبت كل تفاصيل المنتج بتاعي ده، وبدأت اسوق له في البيوتي صالون واقول لهم ان المنتج ده تقدروا تشتروه بكمية اكبر ما بتشتروها من السوق بسعر احسن بكتير من ان انتوا تقدروا تشتروها. طبعا كان المنتج ده بيتباع لانه كان ترند، فحاولي دايما تختاري المنتجات اللي هي ترندي، بتشوفي ايه الحاجات اللي هي ترند وتشوفي لو تعرفي تعمليها وتخصصي المنتج ده ليكي، يكون باسمك بلوجو خاص بيكي. فكانوا بياخدوا مني كميات كبيره جدا، وكنت بعمل مصدر ربح كويس جدا من الموضوع ده. تاني حاجه ان انت ممكن لو انت بتسافري وبتتفسحي وبتروحي اماكن سواء جوه بلدك او حول بلدك، كل بلد حتى كل مدينه جوه البلد بيبقى فيه، كل مدينه ليها حاجه كده هاند ميد بيعرفوا يعملوها، شط الناس بتبقى شاطره فيها. كنت مثلا لما انا من مصر، فلما كنت بروح سيوة كان في اللي هي الاباجورات الملح، ما كانتش معروفه في مثلا في المدينه بتاعتي، فلما كنت برجع مدينتي كنت بشتري شويه من المنتجات الهاند ميد بتاعه البلد دي واسوق لها على صفحتي على الفيسبوك، فكانت الناس بتقول اوه واو، اباجورات مصنوعه من الملح الطبيعي، بتدي طاقه ايجابيه، بتفلتر الهواء، فكانت الناس بدات تشتري مني. من الحاجات برضو اللي كنت بقدر اعملها كهاند ميد كنت بقدر اعمل شموع عطريه، بس الميزه ان كان معظم الشموع الموجوده في السوق مصنوعه من البارافين اللي هي منتجات مشتقات بتروليه، فبيبقى استنشاقها يعني الشمعه لما بتشعليها بتطلع يعني
فيومز الدخان، فمش احسن حاجه لصحه الجهاز التنفسي. اي نعم بيبقى ريحتها حلوه وكده بس مش احسن حاجه. فبدات اعمل شموع مصنوعه من شمع النحل البيز واكس. لما كنت بسافر المدن اللي حوالين مدينتي اكتشفت ان في مكان عنده خليه نحل، وطبعا بيطلع منه شمع النحل. فبدات اشتري شمع النحل ده واعمل منه شموع عطريه واقدر اسوق لها على الصفحه بتاعتي. فكده انا كنت مهتميه شويه بحته البيوتي كير والحاجات الهيلث، مهتميه بالصحه. وممكن كمان تشتغلي بحرفتك، زي مثلا لو انت ما عندكيش هوايه او ما بتعرفيش تعملي حاجات هاند ميد، تقدري تعملي حاجات تبذليها بمجهودك بجسدك. يعني على سبيل المثال تشوفي مين الناس اللي حواليك عندها حيوانات اليفه وحابه تسافر وحابه تسيب حيوانها الاليف مع حد تطمن له، لان ده بالنسبه لهم كانه طفلهم. فممكن تعملي زي بيت سيتنج، يعني بيبقى اسعارها حلوة جدا. او حتى ممكن تدرسي لو انت شاطرة في لغة او في مادة، تقدري تدرسي الطلبة سواء في المدرسة او في الكلية. انا بالنسبة لي عشان كنت عاملة ماجستير كيمياء حيوي، فكنت بدرس الطلبة في الجامعة مادة الكيمياء الحيوي، الاربع كليات علوم طبية وصيدلة واسنان وعلاج طبيعي. فانت تقدري تبقي مدرسه، تقدري تبقي بيت سيتنج او حتى بيبي سيتنج لو في حد عنده اطفال وحابب يسيب طفله في مكان بس مطمن عليه، مش حضانات، لان دلوقتي بنسمع حوادث كتير في الحضانات، او الطفل لسه صغير قوي فمش لسه معاد ان هو يتساب في حضانه. فانت تقدري تعملي بيبي سيتنج وتحاسبيها بالساعه. او لو انت شاطره في رياضه معينه تقدري تدربي الاطفال عليها. لو انت بتعرفي تعملي جيمناستيك تقدري تدربي الاطفال. دايما بشجع على الرياضه. انا بالنسبه لي دلوقتي انا بدرس يوجا اونلاين، انا 500 ساعه يوجا تيتشر درستها هنا في بالي، ودلوقتي عشان بسافر كتير بدرس اونلاين. لو حابين تحجزوا معايا هتلاقوا اللينك على الانستجرام، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. فبكده تقدري سواء تدرسي مواد انت شاطره فيها، عارفه ان انت شاطره في الساينس او في الماس او في اي لغه، او تدربي حاجات رياضيه انت كان عندك باك جراوند عنها. تقدري تشتري منتجات من السوق وانت تعملي اعاده بيعها. المنتجات دي لازم تهتمي ان هي تكون ترندي وكاتشي، البنات بتتجنن عليها، لان معظم البنات دلوقتي بتستسهل تشتري اونلاين. هي بتعمل سكرول كده على الموبايل، فسهل جدا ان انت تبيعي حاجات حلوه، انت منتجات حلوه انت فرستيها كويس وجبتيها وغلبتيها وحطيتيها عليها شخصيه البيزنس بتاعك، فالناس يحسوا ان حاجه ذات قيمه. ولازم طبعا تهتمي بجوده المنتج بتاعك، يعني ما تجيبيش اي حاجه، لان طبعا سمعه المنتج بتاعك او سمعه البيزنس بتاعك مهمه جدا. فلازم تجيبي منتجات انت واثقه ان هي الكواليتي بتاعها متوسط فيما فوق، ما تكونش حاجات رديئه، عشان لو حد اشترى منك حاجه بعد كده ما نفعتش معاه او باظت منه هيكتب عنك كومنت وحش، او مش هيرضى يشتري منك تاني. الاحسن ان انت تجيبي منتجات انت واثقه من الجوده بتاعتها وعارفه ان الكواليتي بتاعها عالي. فاهم حاجه ان العميل بتاعك يكون راضي ومبسوط ويقول للناس التانيه اشتروا منها. انا برضو كنت بعرف اعمل منتجات من كذا منتج، يعني بعرف اعمل كذا شكل المنتج بتاعي، سواء مثلا الشموع اللي كنت بعملها كنت بعمل روايح كتير، فبدل ما يشتري شمعه واحده يشتري 3 4 شموع، وكنت اعمل اوفر. فكان ده نوع من انواع التسويق الذكي، انه بشجع العميل بتاعي ان هو بدل ما يشتري منتج يشتري 2 او 3. بعد كده انت لما بتكبري البيزنس بتاعك ويبقى عندك كذا منتج، فلازم المنتج يكون منه كذا شكل. انا كنت بعمل ماسك الشاركول، كنت بعمل منه كذا نوع، بالنعناع، نوع باللافندر، كنت بحط اسينشال اويل. فالعميل بدل ما يشتري واحد يشتري كذا واحد وعامل له ديسكاونت عليه. كنت بعمل بادي سكراب، مقشر للجسم من السي سولت الطبيعي، كنت بجيبه برضو بعمل مزيج كده من البادي سكراب مع البادي سوري مع الاستنشال اويل والبادي اويل. فكنت ابيعهم للصالونات او اسوق المنتج بتاعي على الفيسبوك، وكنت اعمل منه كذا ريحه او كذا نوع، فالناس برضو بدل ما تشتري منتج تشتري كذا حاجه. فكنت مثلا انا كان عندي 3 او 4 او 5 منتجات، فكنت اعمل باكج
سيل على الباكج الكبير، فشجعهم ان هم يشتروا من كل المنتجات بتاعتي مش المنتج واحد، فيبقى المنتج يبقى منه كذا شكل، واعمل باكج على كذا شكل، يعني بدل ما تشتري حاجه واحده اشتري اربعه والخمسه مجانا. بعد كده انا عندي ثلاث او اربع منتجات، اعمل باكج واعمل عليها سيل حلو، فاشجعهم ان هم يشتروا كل الباكج او من كل المنتجات بتاعتي بانواعها، وهما لما يجربوا المنتج بتاعي ويحبوه يعملوا لي تسويق، يقولوا لاصحابهم، خاصه البراند بيحبوا يقولوا لبعض على كل حاجه حلوه، فيجيبوا لي اصحابهم ويشتروا مني. اخر حاجه حابه اتكلم عليها، نجاح اي بيزنس بيعتمد على حاجتين. اول حاجه التسويق الشاطر، التسويق مهم جدا 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 لنجاح اي بيزنس. بدون تسويق البضاعه بتاعتك ميته، مين اللي هيعرف عنها؟ تعتمدي على اخواتك واولاد عمك. اعرفي ان اول الناس اللي حواليكي اول ناس مش هتتعبك، ودي حصلت معايا شخصيه. انا كنت ببتدي الحاجه مع نفسي، ولما تكبر وتسمع اهلي يعرفوا واخواتي يعرفوا واو يبقوا فخورين بيا، بس اعرفي ان اللي حواليكي اصحابك بالذات في الاول هيخذلوكي، وما تزعليش لان ده طبيعي، ده دي طبيعه النفس البشريه. فدايما اعتمدي على نفسك، خليكي قويه، واعرفي ان اول حاجه هتساعدك في البيزنس بتاعك وتقومه وتقوي هو التسويق. وهنعمل حلقة بعد كده عن التسويق الذكي الشاطر اللي ينجح لك اي بيزنس، لان ده محتاج تفاصيل كتيرة وكلام كتير، فهعمله فيديو خاص بيه في حلقة تانية. ما تنسيش تعملي اشتراك بالقناة دلوقتي وتفعلي جرس الاشعارات عشان تتأكدي ان انتي تشوفي الفيديوهات الجديدة اللي هعملها قريب. تاني حاجة لنجاح اي مشروع اختيار المنتج، المنتج اللي انتي شغالة عليه. انتي مش هتجيبي منتج والناس تجربه ايه ده وحش وترميه وتكتب عنك ريفيو وحش ومحدش يشتري منك. الذكاء ان العميل، يعني انت عشان تعملي تسويق صح هياخد منك مجهود، مجرد ما تكسبي عميل لازم العميل ده يبقى زبون مستدام عندك ويجيب لك اللي حواليه يشتروا منك. زي ما قلنا بابا وماما واخواتك وبنت عمك واصحابك محدش هيشتري منك في الاول، الناس الغريبه اللي ما تعرفكيش هي اللي في الاول هتدعمك وتشتري منك وتعمل لك اعلانات وتعمل لك دعايه احسن من الناس المقربين. فاول حاجه هتشجعهم ان هم يعملوا لك ده ويدعموك ويشتروا منك مره واثنين وثلاثه المنتج اللي انت هتختاريه او اللي انت هتشتغلي عليه. فلازم تهتمي بالجوده بتاعته كويس، تكون جودته على قد فلوس. يعني مش هقول لك مثلا اشتري حاجه غاليه قوي وبيعها بسعر بسيط، لا، احنا عايزين نكسب، ده بزنس، فطبيعي ان انا يكون لي كوميشن، يكون لي فلوس ناتجه عن تعب ومجهودي والوقت اللي انا ضيعته ان انا الاقي المنتج ده وان انا اعمل له تغليف والوقت اللي بيضيع على التسويق وبناء الصفحه بتاعتي على الفيسبوك. اتمنى ان انت دلوقتي تجيبي ورقه وقلم وتعملي مربعات، تكتبي المنتج اللي انت ناويه تشتغلي عليه. المنتج ده انت ناويه تشتريه ولا حاجه انت بتعرفي تعمليها من هواياتك او حاجه انت بتعرفي تعمليها من حرفتك، وتحطي خطه بلان انت ناويه تمشي في اي كاتيجوري للبيزنس بتاعك، سواء صحه، سواء جمال، سواء سكين كير، سواء بيوتي، سواء هيلث، سواء اكل، سواء تدريس او واتيفر. حتى لو انت بتعملي بيت سيتنج تقدري تعملي صفحه للبيت سيتنج وتشيريها للناس كانه بيزنس كارد ليكي، لان دلوقتي البيزنس كارد ذات نفسه يعني ما عادش حد بيستخدمه، هو الفيسبوك هو اقوى بيزنس كارد ليكي. فاعملي صفحه على الفيسبوك مثلا لو انت عايزه تعملي بيت سيتنج، تبقي تقعدي بالحيوانات الاليفه لما اصحابها يسافر او تستضيفيهم عندك حتى في البيت، تكتبي كل يوم اعملي بوست عن معلومات عن الحيوانات الاليفه، فالناس اللي تيجي تسيب الحيوانات الاليفه عندك واثقه ان البنت دي عندها خبره. فلازم البيج بتاعتك توصل معلومات ان انت عندك خبره بالمنتج بتاعك او المهاره او الحرفه او حتى الخدمه اللي انت بتعرفي تعمليها او تقدميها للناس. فلازم يكون عندك معلومات كويسه كافيه تغطي سواء المنتج او الحرفه او المهاره او الخدمه اللي انت بتقدميها للناس. فجيبي ورقه وقلم، اعرفي انت هتقدمي خدمه، هتقدمي منتج، هتقدمي المنتج بتاعك يعتمد على الشراء من بره ولا بيعتمد على مهارتك ولا بيعتمد على حرفه او بيعتمد على
خدمة. قدامك كده كذا مصدر دخل من مشاريع صغيرة تقدري تكبريها من الزمن، تقدري تعملي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة. لو بتعرفي تعملي الاربعة يبقى مبروك عليك الربح الكبير. ولو عدت فترة ولقيت الورقة اللي انت كاتبة عليها تفاصيل المشروع اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة ولقيتي نفسك واقفة محلك سر ما عملتيش اي حاجة من دي، اعرف ان انت كسلانة ومش عايزة تقومي بنفسك وتوصلي لقمة الجبل وتنجحي وتحققي فلوس. اتمنى فيديو النهاردة يكون مفيد بالنسبة لكم وتكون استفدتوا. لو عجبك الفيديو ياريت تشاريه لأصحابك البنات عشان هما كمان يستفيدوا ونشجع بعض وكلنا نجمر مع بعض، لأن الإنسان الناجح الإنسان القوي هو اللي بيساعد اللي حواليه وقت ما هو بيطلع فوق. ما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناة وما تنسوش تعملوا الفولو على الانستجرام عشان تتابعوا يومياتي كحياة صحية طبيعية في السفر البطيء أنا وجوزي أدي. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.